يعني عفوا أقل علبة دواء حقها 100 ليرات، أقل علبة دواء. لو عندك ثقافة غذائية قوية جدا تستغني بالغذاء عن الدواء، والغذاء أرخص من الدواء، أرخص بكثير وطيب. في بعض البلاد النامية تستورد أدوية بشرية من أمثال حاجتها، وفي ضعف ثقافة في التغذية كبير. يعني وقع تحت يدي بحث عن فاكهة الموز، والموز متوافر والحمد لله، كان سعر الكيلو قديماً 175 ليرة، صار ب30 بعد ما أسلم، صار ب30. فبياع موز عم بيقول الله لا يزل عزيز. نعم، في الموز مادة مضادة للكآبة، في الموز 3 أنواع من السكريات، سكروز وسكر فواكه وجلوكوز مع أليافة، وهذه موزتان في اليوم تزودان الجسم بطاقة للقيام بتمارين رياضية شاقة ل90 دقيقة مستمرة، فهي الأولى للرياضيين. الموز في مادة عالية من الحديد مضادة لفقر الدم، الذي يعاني من فقر الدم الموز في نسبة عالية جدا من الحديد. نعم، وهذه الفاكهة في نسبة عالية من البوتاسيوم، لذلك أكل هذه الفاكهة يكافح ارتفاع الضغط. في دراسة شملت 200 طالب تم إعطاؤهم الموز في وجبة الإفطار، فأثبتت هذه الدراسة أن هذه الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم تقوم بتحفيز القدرة الدماغية عند الطلاب. يعني عفوا أقل علبة دواء حقها 100 ليرات، أقل علبة دواء. لو عندك ثقافة غذائية قوية جدا تستغني بالغذاء عن الدواء، والغذاء أرخص من الدواء، أرخص بكثير وطيب. الموز يحتوي على مستوى عالي جدا من الألياف، وهذه الألياف تلغي مرض الإمساك، وفي 50 مرض يسببها الإمساك، والموز يلغي الإمساك كليا. والموز معدل لحموضة المعدة، اللي عنده آلام من حموضة المعدة فالموز معدل لحموضة المعدة. والمرأة الحامل التي تعاني من غثيان أثناء الحمل، في بالموز مواد مهدئة مضادة للغثيان. والذي يلسعه البعوض كثيراً، قشرة الموز من الداخل افرك بها مكان عضة البعوض، الورم يزول فوراً. مرة كنت بمركز ثقافي عم بلقي محاضرة، ومن فقرات المحاضرة الحديث عن البعوضة، الموضوع سمعتموه مني. يبدو في واحد علماني حب يغمز من الدين كله، قال لي في بالإسلام حديث إذا واحد سقطت ذبابة في إناء أحدكم فليغمسها كلها، في أحد أجنحتها الداء وفي الثاني الدواء. هو يقولها مستخفاً، قال لي هل ينسحب هذا على البعوضة أيضاً؟ قلت له إذا أقنعك طبيب أن تأكل التفاح بقشره هل ينسحب هذا على قشر البطيخ الأخضر؟ الإنسان مع ضغط العمل يميل إلى أكل السكريات، والموز يخفف هذه الشهوة لأكل السكريات.
له علاقة بزيادة الوزن الموز، ويستخدم الموز لمعالجة قرحة المعدة. نعم، قوام ناعم، هو الفاكهة النيئة الوحيدة التي يمكن أن تؤكل بكل الحالات المرضية، والموز يساعد على خفض درجة حرارة الجسم، والموز يخفف من الاضطرابات العاطفية بسبب مادة تيربوتفان، المادة هي تخفف من الاضطراب العاطفي. والذين يقلعون عن التدخين يحتاجون إلى فيتامين B6 وB12، وهذان النوعان من الفيتامينات متوافرة في الموز، يعينوا على الإقلاع عن التدخين. والبوتاسيوم في الموز يعين على النظم القلبي، في اضطرابات بالنظم القلبي، في خوارج انقباض، في أشياء كثيرة بالنظم القلبي، فالبوتاسيوم في الموز يسهل ضربات القلب بشكل منتظم، وهو يعين على الآلام المرافقة للدورة الشهرية. والموز يعني الذين يأكلون الموز أبعد من غيرهم عن السكتات القلبية والاحتشاء القلبي، هذا بحث علمي وقع تحت يدي عن الموز. لذلك أنا أتمنى أن نأخذ فكرة، أقتنوا بعض الكتب حول تركيبات الغذاء الذي نأكله، ويمكن أن تعدل عن الدواء إلى الغذاء. يعني مرة تحدثت عن الزنجبيل، المفاجأة التي لا تصدق أن كل أدوية القلب مجموعة في الزنجبيل. الزنجبيل في مادة مقوية للقلب، ومادة تعين على انتظام النبض، ومادة موسعة للشرايين، ومادة مميعة للدم. هذه أدوية أمراض القلب، مميع، موسع، مقوي، يعين على انتظام ضربات القلب، كل هذه الأدوية في الزنجبيل. فإذا الإنسان اطلع على بعض مركبات الغذائيات يعدل عن